يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ أنتم تعلمون ما ذكره الله في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لم يعمل هذا ولم يفعل هذا إلا الله، تعلمون أن هذه الأمور لم يفعلها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية. نعم.